هنا قوة باكستانية وهناك قوة من حركة طالبان، ومن خلفهم لاجئون أفغان جلهم مقيمون في باكستان منذ عقود، زاروا بلدهم وعلقوا هنا في شباك الانتظار المجهول. الأطفال منهم يحاولون الدخول خفية في الشاحنات، لكنهم سرعان ما يرجعون. حاولنا الدخول لنسمع منهم، فمنعتنا قوات حرس الحدود الباكستانية، وبشق الأنفس أجرينا مقابلة كنت فيها في باكستان وضيفي في أفغانستان. العبور إلى باكستان ممنوع منذ 3 أشهر. أنا هنا منذ بضعة أيام وأسرتي في باكستان. انظر إلى رفاقي بالخلف، منهم مرضى جاءوا للعلاج، كلنا لدينا وثائق رسمية، ولكن لا أحد يأبه بنا. ومن هذا المسار يغادر أفغان مقيمون في باكستان أفواجا، بعضهم يريدون معايشة لحظات يصفونها بالتاريخية، وآخرون منهم كانوا مطلوبين للنظام الأفغاني. يهم سلطان محمد بالعودة لمعرفة مصير نجله الذي اعتقلته القوات الأفغانية منذ 2 عامين وسجنته في باغرام، والتهمة الانتماء إلى حركة طالبان. أعود لأرى وضع نجلي وأطمئن عنه، ولأعرف ما إذا كان حيا أم لا، وأين هو الآن. وما إن طويت صفحة امتدت 2 عقدين من تاريخ أفغانستان، حتى تضاعفت الأعمال التجارية هنا، وشد الأعصاب المتبادل بين قوات البلدين صار دفئا بحسب مسؤولين باكستانيين، دفء لم يشفع للأفغان العالقين بالدخول إلى باكستان، أمر يرجح مراقبون أن يكون ناتجا عن خشية باكستانية من تسلل عناصر تابعة لأجهزة مخابرات أجنبية. والحال قد يستمر هكذا إلى حين امتلاك باكستان قاعدة بيانات أمنية محدثة. تسير الأعمال التجارية على هذه البوابة في كلا الاتجاهين، أما المسافرون فيقتصر دخولهم على الباكستانيين ومغادرتهم على الأفغان، والناطرون هناك في ذلك الجانب الأفغاني ما زالوا بانتظار قرار باكستاني يسمح بدخولهم إلى هذا الجانب. بلال أسطل، العربي، من معبر ثرخم الحدودي مع أفغانستان.